وبنرجع مع الليلة جنون. مظبوط ليلة جنون. وهلا رح نكمل مع أسلب لعبة المحبوبة كتير يلي هي أبجد هوز. لكن بأبجد هوز اليوم كتير غريبة. أبجد هوز كتير مجنونة. بعد بدنا نعزم الشخص التالت على الكرسي اللي هون يلي هي بدها تكون الأنسة ريتا حايك. ريتا انت حكيمة دكتورة وجاي عندك هالجيمون سياموا بجسم واحد هن جيمو كانوا يحبوا بعضهم بس صاروا بيكرهوا بعضهم. جايين عندي كأنت دكتورة تتفصليون عن بعضهم. أوكي أنت حتبلشي اللعبة بأول جملة بأول كلمة بحرف الألف، بعدين بالبي بالتي ولا هلما جارة، كل واحد لحاله بس أنا مش سوا. يلا إيه هلا أنت بدك تفصليون فأخوتي عليهم عملي يلي بدك فيهم ونحن حاضرين. حاضرة راجعين عقلتي حضروا حالكم. 1 2 3 أبجد هوس. اصلا انتو كيف بتفوتوا على الحمام؟ فك انا سحابتي وهو بيمسك وخلاص بعدين برخي يعني. اوكي تيس تيس قلت له كذا مره، قلت له كذا مرة لازم ننفصل على بعض وما كان ضله متيس على الموضوع. ثاني أول أو أول؟ ثاني أكسيد الكربون. مين بيعمل قبل؟ مين بيعمل قبل؟ أنت الثاني ولا أنت الثاني؟ جملة وتفصيلا إيه؟ اثنيناتنا. بس أنا بعمل بالأول وهو بيوجع. أوكي. شو؟ حد إجري. حد اجري اذا بدك يعني نفس المسافه الموجوده بين يعني صفى منا حمامين بس عم نكون نفوت او منا قعدتين لنقعد اذا كنت عم رد لك على الموضوع الاول موضوع كده. سوري بس خرمة. قولي خرمة. خرمة او بشو بتبلشوا عادة؟ هذا السؤال اللي بيطرح نفسه الي. تفضل. درر صغار بينزل كثير صغار. شايف المعزة؟ هو هيك. يعني كانوا بس أظهر مع بناتي يقولوا لي أنت ذو المزدوج لأنه كنت معروف إنه بال. بال. رحتوا شي مرة سوا عفرد غرفة مع فرد فتاة؟ شو هالحكيمة هي؟ فكرك على فكرة. بدي جرب أفصل قصدي المرض من وين جاي أصله؟ تفضل متري. أول مرة بلاقي إلي متري محروج. في كلمة وحدة. أول مرة بلاقي إلي متري محروج. زقفل ريتا. زبنو. شو؟ شو؟ زبنو. شو زبنو؟ شو يعني؟ هلا أنا بزيد حروف شيلوا على الإديتنج. زبنو ما بيعمل شيء، ما له عازة. فأنا بنحرج قدام الصبايا اللي بنفوت معهم على الأوضة. فأنا بدي أنفصل، فأنا بصطف اللي بزبني وهو زبنه بزباني. ثقيل، ثقيل يعني، ثقيل لدرجة إنه كان يتساءل لما يكون في موجود صبايا وهذا الشيء كان يزعجني لأنه كانوا ياخذوني أنا على أساس إنه هو ياخذوك على أساس إنه أنا هذا الشيء بيزعج. شيل إيدك زبنه. هيدا حكي ما بيصير. شو تعليقك على الموضوع إلي؟ صرصور صرصور زبن الصرصور. عن جد؟ يعني بيخجلني. واو. يعني أنا ضبطته كذا مرة وهو عم بيداعب إحساسه من جوا. والمشكل إنه ما في خبي علي لأنه بتعرفي موجودين كلنا بجسد واحد فكان هالشيء يحرجنا. طرقك. ضرب مهم وقوي كثير. جنيد أنا محلك مش هيدا التعليق الوحيد بيكون على الموضوع، فيك تزيد إذا عندك حكي بعد زيادة عنه. زبن.
طرقته زبن كبير كثير كثير يعني ليكي شكله شفتي كيف مطعوج من هون من ورا الطرقه على الارجح ايه على الارجح انه ما استعمل يعني ايدك اليمين صح يعني لانه انا يعني كان انه هو عنده ايده شمال انت بتحرك عنده انا عندي ايد يمين فانا بهالموضوع كنت اكيد اوصل لمحلات اسرع منه واحلى غريب غير موضوع الزبن عبالي افتح موضوع تاني شو الي الموضوع انت بتفتحه شلت عنه هو بيفتحه فتحه الاجرين لما تصير يعني بنصير في اربع اجرين بدها تفوت بيناتهم فانا بدي انفصل يعني في اجرتين بيساعوا اجرتين إيه؟ قلت له كذا مره بقرتك رجع لازم بقرتك احساس حلو انه لازم ننفصل مع بعض وبرضه كان مع انه نضلنا نحن بجسد واحد ما بعرف ليه اسالي كيف بالتحديد بتصير القرطه الي تفضل لو ما بتفصلينا عن بعض هلا اليوم لو ما بتفصلينا عن بعض انا بدي اذبح نفسي من الوريد للوريد لاني مش طايقه بقى ما حدا عارف شعوري انا لما نكون موصول بهيك انسان سوري زبالي نحن هون لنساعدكم بس بدكم تساعدونا لنساعدكم هو بلا اخلاق هو ما بينطق هو دماته اللي بيقطعوا بجسمه وبيجوا على دماتي من خلال هيدا الشيء عفن بكرهه سم يعني في ريحه زباله بتطلع لي لما بتجي من ميلته من ميلته واو واو هي. انت لنضيف واو انت لنضيف صرت هلا مش دائما كنت حمم حالي بالنص وتقول لي انت حممني ناسي هون لحظه لا 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 لحظه جنيد بدنا نشوف متري اللي هو نصفك الثاني كيف بدها تصير الفصله بالضبط يا ماريو انا ما قبلت اجي لهون لينقل لي انه هو نصف الثاني اذا بتريد فوت حلا خيي خلص بقى انا بدي انفصل خلينا نفصلهم ويا زعبة كبيرة لريتا لا إلي ولا جنيد